السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية تبشر رجوع أهل سوريا إلى بلادهم آمنين غانمين بفضل من الله. الرأي بعثت لها رؤية قال: وعليكم السلام. رد عليه السلام وقول عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا رأيت البارحة إني متت وتم دفني في مقبرة جماعية مع ضحايا القتل في سوريا، وبعدها خرجت من القبر عائشا. أحباب الله، هذه الرؤية إلها تفسير من القرآن الكريم كالآتي. بسم الله الرحمن الرحيم، أطلع الآية أول شيء. سورة البقرة 243، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللي حدث في سوريا، هذول خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت من الحروب اللي صارت والفتن، فقال لهم الله موتوا، يعني شو موتوا؟ حياة عذاب كلها، كأنه ميت الواحد. ثم أحياهم، يعني راح يعيدهم على الشام آمنين بدون مطمئنين بإذن الله وغانمين. إن الله لذو فضل على الناس، وهذا من فضل الله على أهل سوريا راح يكون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. احذروا أحباب الأهل سوريا عند العودة ألا تكونوا من الكافرين بالنعمة، اشكروا الله على هذه النعمة إن راح يردكم إلى بلادكم ردا جميلا. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا من يستمع القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.